يقول السائل: أرى كثير من المصلين يتهاونون في موضوع إسبال الثوب، يعني نرجو من فضيلتكم توضيح خطورة هذه المسألة. أولا، بالنسبة للصلاة صحيحة للمسبل، فمن صلى مسبلا فالصلاة صحيحة، والحديث الوارد في هذا في بطلان صلاة المسبل لا يصح، فهذه المسألة الأولى، فمن صلى مسبلا فصلاته صحيحة. وأما حكم الإسبال فذكره العلماء، العلماء ذكروا الإسبال، وجماهير أهل العلم يذهبون إلى كراهيته، والكراهية هنا في الراجح من أقوال أهل العلم كراهية التحريم، كراهية التحريم، بل إن بعض أهل العلم ذكروا الأحاديث الواردة في هذا الباب: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، قالوا لمن أسبل غير متكبر. وأما حديث أبي ذر: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ذكر المسبل، قال: هذا المسبل إسبالا مهيجه ودافعه الكبر والعياذ بالله. فلذلك المسلم عليه أن يعتني بهذا الهدي النبوي، ويحرص على أن يكون ثوبه لا ينزل تحت كعبيه.